هنتكلم النهاردة عن حكاية نجاح. دي حالة أجهضت 14 مرة وربنا أكرمني وولدت معايا توأم مكتمل النمو ومحتاجوش حضانة. الحالة دي مليئة بالدروس المستفادة اللي هقولها علشان يستفيد منها الحالات وشباب الأطباء بعد خبرة يعني قاربت 40 سنة في ممارسة يعني طب النساء والتوليد. الحالة دي شرفتني وهي أجهضت 13 مرة. طبعاً في 13 مرة هي غيرت 7-8 دقائق. هي في متابعتها معايا أجهضت المرة الأولى. لكن الشيء الطبيعي في معلومات كتير في المرة اللي أجهضت فيها أنا خدتها وبالتالي استفدت منها واستفادت معايا الحالة وبالتالي نجحت في ربنا كانت سبب في نجاحي في بعد المرضى 14. ومن هنا يجي الدرس الأول إن الدكتور ما يتغيرش لأن الكلام ده هو أخطر دكتور على متابعة الحالة اللي ملم بيها اللي عنده معلومات أكتر. مش كل ما الدكتور يجي يجمع معلومات عن الحالة ويعرفها ويعرف نفسيتها وإزاي يتعامل معها يقرأ. وهنتقابل في الدرس الثاني في الحالة دي ويعني في انتظاركم على صفحة العيادة وعلى ماي يعني وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بي وأشوفكم على خير. سلام عليكم.